يا حبيبي موجود؟ نايم. نايم؟ خش صحيح. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا لسه جاي من عند ادهم. فهمت. ما تكملش. انت بكره تروح تنسحب من المزاد. اسف. مش هنسحب من المزاد. بعد اذن حضرتك المزاد ده بتاعي ومش هسيبه. المزاد ده بتاع ادهم. واللي هياخده منه هيقتله. هو انت ليه خايف من ادهم بزياده قوي كده؟ على فكره ادهم ده لا هيقتل ولا هينيل، انا كشفت سره خلاص. ده بقى حمضان. الناس بتخاف منه عشان وهم هو اللي عامله، هاله، لكن لو دخلت جواه هتلاقيه فاضي. ما فيهوش. هوا! انا السوق كله مستنيين اخد المزاد ده. وبعد كده هفرم لك ادهم وهفرم اللي هيتشدد له كمان. انت اتهبلت هد؟ ادهم ده خلاص لبس السوق كله في الحيطه، واللي هيدخل قصاده هو الخسران، واحنا مش ناقصين خساره. تمام، يعني انت كل اللي يهمك المكسب والخساره، صح؟ ماشي، سيبني اجرب، ولو خسرت اوعدك ان انا عمري ما اخش قصاد ادهم في حاجه تاني. انت تسمع كلامي وتروح تسحب التامين. مش هسحب التامين. وبعدين هو في ايه؟ انت مالك خايف منه قوي كده ليه؟ ها؟ هو معلم عليك ولا حاجة؟ ماسك عليك زلة؟ ده كلب ولا يسوى؟ ده خانقني ومحسسنا إن إحنا بهايم وهو اللي بيسوقها. هي يا يهدي، إحنا شوية. أنا مش هتعصب عليك ومش هرد على الهرتلة اللي أنت بتهرتلها دي، لكن إياك إياك تكسر كلامي. معلش يا عمي، صلي على النبي كده. وأنت بتعمل معايا كده ليه؟ على فكرة أنا اللي ابنك وده حقي، محدش شحتهولي. أنت طفى صادي ولا إيه؟ أنا عمري ما وقفت قصادك، بس لو هتحط أدهم في النص ما بيني وما بينك أنا آسف، هقف قصادك ومش هسكت أبدا. يا جماعة إحنا كده صوتنا عالي قوي. صوتنا بس؟ ده احنا اتفضحنا في السوق كله، بقوا بيقولوا علينا دلاتين المعلم أدهم، وكل ده بسببك أنت. اخلص. لا يا عمي. هتضربني؟ هضربك بالجزمة كمان. هتضربني أنا عشان كلب زي ده؟ أنا أقتلك وأخلص عليك. لا إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ ترفع سلاح على ابنك؟ وأدفنك كمان. اسمع، أنا غمض عيني وأفتحها. الحكاية اللي بينك وبين آدم دي تكون خلصت خالص وما اسمعش بيها. أوعى بيت. ده لا يمكن يكون أب. لا يمكن يكون اب. اهدى انت بس. اهدى. لا لا معلش، هو اكيد ما يقصدش. اهدى عشان خاطري. اهدى بس بقى. ماشي ماشي يا مجدي. ايه يا اخوي، هو انت تغيب تغيب وتولع حفلات وتيجي تقول لي عايزك ضروري؟ في ايه ياض؟ يا ست الناس ولا مولعة حفلات ولا حاجة. ده أنا فين وفين على ما بجيب حفلة للفرقة في أي حتة. المهم يعني قولي ازيك الأول، سلمي عليا. أهلا يا أخوي. سيبك أنت. أنا عايزك في مصلحة. خير. عايزك تغني في كباريه. كباريه؟ آه. ماله الكباريه؟ ده الكباريه يا بنتي بيطلع نجوم. أنت اتجننت ياض؟ أنا أغني في كباريه؟ عيب اختشي. وبعدين أنا عايزة أغني أه وأبقى مشهورة. بس مش لدرجة كباريه يعني، عيب. طيب انا هسيبك تدوريها في دماغك، بس ما تدورهاش كتير عشان ما تتعبيش. هي محتاجه منك كلمه واحده بس، يا اه يا لا، ويا ريت ما تبقاش لا عشان ما تخسريش كتير. هخسري بقى ان شاء الله. تخسري ايه يا بنتي؟ ده انت اخيرا هتستقري في شغلانه وتثبتي عليها، بدل حفلات الكسر اللي انت عماله تروحيها مع سارينا دي. ولا انت عاجبك يعني؟ اهو هتغني في مكان ثابت وفلوس كويسه وثابته. ولا انت ما تاخذنيش يعني، اكيد مش عاجبك الشحططه والمرمطه من سارينا للدار للست اللي كانت بتبنياكي زمان دي. سيبني برضك اشاور نفسي.
ما هو اللي خدع الدوشة صعب يفكر بالصوت الواطي. بص يا كيتي، انت زي اختي ومتربية قدام عيني في بيت سارينا، يعني انا اضمنك برقبتي واضمن انك هتشرفيني ومش هتشت ويعارك يفلت. ولا انت فاكر ان انا ما اقدرش اجيب اي واحدة تانية واخليها تغني في الكباريه بدل منك؟ لا طبعا تقدر. طبعا اقدر، وعارف ان اي واحدة تانية ممكن يبقى صوتها احلى من صوتك مليون مرة، بس الفرق بينهم وبينك ان اي واحدة تانية هجيبها المحل وارد جدا من تاني ليلة ليها في المحل تبيع نفسها بالرخيص لاي حد. اما انت بنت جدعة، مش هتبيعي نفسك بسهولة، مش هتفرطي في نفسك اصلا، وهتحافظي عليها كويس. ماشي يا هيش، سيبنا فوق. ايه ده؟ انت جيت من بدري ولا ايه؟ ايه ده يا مجدي؟ انت جاي منين؟ انا جاي من زمان قوي، جاي من التاريخ، من 30 سنة. موضوع القتل ده احنا مش قفلنا عليه خلاص؟ انا كنت فاكر ان القتل هيحل المشكلة، محلهاش. الجرح لسه بينزف بقاله 30 سنة. لا ما تقلبليش عليك لفوق كده، لا 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 أنا مش عايزة أفتكر. يعني نسيت يا إنصاف؟ نسيت اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا مجدي؟ إيه اللي مزعلك كده؟ الغلطة، الغلطة بتكبر ما بتصغرش. الدم ده إحنا ردمنا عليه في التراب، دفناه. أنا دفنت أخويا، دفنته في التراب، لكن دمه لسه حي، لسه حي، لساني بسمعه وبيبص لي. عملت المستحيل عشان اتفلت تربته، مفيش فايده. الحي مش عايز يموت، حطيت له السم وجرعته له وقلبته له، لكن طمعت في ابنه والطمع اتعلق في رقبتي. انت لسه بتفكر في موت اخوك؟ ما انا جبت لك السن واديتهولك بايدي وقلنا خلاص ارتحنا، والواد كتبته باسمك. انسى بقى انه مش ابنك. يحيى مش عايز يبقى ابني، عمره ما كان ابني، بيكرهني، عايز ينتقم. انت عاوز تقتله هو كمان؟ المره اللي فاتت عدت خلاص. قلبي موجوع يا انصاف، يا ريتني سمعت كلامك وسبته، لكن من خبتي انا اللي لفيت بالعربيه ورحت جبته تاني. جبته عشان اربيه معايا، عشان اربي تعبان في بيتي. عملته على اني اب، طول عمره ما حبيتني، عمره. لا لا انا قلبي مش هيطاوعني اقتله، لا انا صحيح بكره اماني، بس موته هيأثر فيا، ضميري مش هيسمح لي. أنا اللي ربيت أخويا منير، أنا ما قتلتش منير عشان كنت بكرهه، لا، قتلته عشان كان مزاحمني في حياتي، كان مش مديني فرصة عشان أتنفس، قتلته عشان أتنفس. ابنه يحيى راخر هو دلوقتي اللي خلاني، ومش مديني فرصة عشان أسيبه يعيش. حاسب الواد ممكن يفتح الجرح كله، يمكن يقتلنا موته، يمكن يكشفنا. الجرح لازم يتكوي عشان الغرغرينا ما تدمرناش. انت عملت ايه بالمسدس ده؟ ولا حاجة. كنت عاوز تطلع بالجنونة؟ انا لسه عايز حاجة من يحيى. عاوز منه ايه؟ عايز حفيد، عايز حفيد.
اربيه بايدي، اعمل معاه اللي معرفتش اعمله معاه. هو ده الامل الوحيد اللي بقى لنا. لو عاوز حفيد يبقى لازم ترمي المسدس ده وتتصرف بطريقه تانية خالص. ازاي يا انصاف؟ ازاي؟ ريح نفسك يا باشمهندس، ما تحرقش جاز في اول يوم عشان لسه عندنا شغل كتير، غير ان لسه عندك كليه. ما تقلقيش عليا يا ام سارينا، مش هعطل منك في نص اليوم يعني. وبعدين يما انا مش رايح الكليه النهارده. يعني ايه مش رايح الكليه؟ يعني انا غلطانه اني وافقت انك تساعدني؟ بص يا ابني، كلكم وكليه كوم، انت خلاص كلها شويه تبقى باشمهندس قد الدنيا. بص يما، انا دلوقتي محتاج فلوس باي شكل، ولا انت يعني عايزاني ارجع ابيع الهباب ده تاني؟ هي دي الفرصه الوحيده ام سارينا. ما تلويش دراعي يا ابن بطني، مش عشان قلت لك تسيب غسيل السجاد وتروح كليتك يعني ترجع تبيع برشام تاني. انا مش عايزك تقصر في دراستك. امال خليتيني اساعدك ليه؟ هو انت اديتني فرصه افتح بقي معاك، غير اني عارفه بقى ان انت نفسك قصير ومش هتقدر تكمل اسبوع كمان. ما تقلقيش عليا، ده ابن ام سارينا. يعني ايه ما قلقش بقى؟ هو انا مش عارفاك؟ ده انت ابني، نفسك عزيز عليك من صغرك، ومهما كنت بتحبني ولا عايز تساعدني مش هتقدر تستحمل كسرة النفس. مفيش مهندس بيغسل سجاجيد وهيبقى مبسوط. عيب الكلام ده يا ام سارينا. طب يلا كمل شغلك بقى كده من سكات، ومن بكره ترجع كليتك وتبقى تساعدني لما ترجع. السجاجيد مش هتخلص في المنطقه، الشغل كتير وهتساعدني. حاضر يا ام. مبروك يا معلم يحيى. الله يبارك فيك يا معلم صابر. مبروك يا معلم حبيبي يا معلم ضو. صباح الفل. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا معلم يحيى. الله يبارك فيك. بقى كده برضو يا معلم تبقى آخر واحد يسلم عليا ويبارك لي، مع إني يا أخي كنت متخيل إن أول ما هيرسي عليا المزاد هلاقيك أول واحد بتسلم عليا وبتبارك لي وبتاخدني في حضنك. لا، ومش أي حضن، حضني فيه حميمية كده. معلش بقى، هنعمل إيه؟ أصل كان لازم الأول أقعد مع نفسي وأفكر وأعاتبها. ليه؟ عشان لما كنا بنربيك أنا ومجدي ونعلمك أصول الشغلانة ونكبرك على كتافنا، نسينا نقول لك ما تعضش في لقمة غيرك، لأن غيرك ممكن تطلع سنانه حامية وياكلك. أنت عارف أنت مشكلتك إيه يا معلم أدهم؟ مشكلتك ان عينيك بطلت من زمان تشوف في السوق حد كبير، وبيصعب عليك نفسك قوي لما تلاقي حد بينصص معاك، وكأن الرزق ده بتاعك لوحدك مش بتاع ربنا. مش المعلم يحيى مجدي اللي يكبر على كتاف حد. انا بشتغل بفلوسي وفلوس ابويا، ولولايا انا كان صاحبك فلس من زمان. صاحبك؟ إذا كنت بتتكلم عن أبوك كده هتتكلم معايا أنا بالأدب؟ عموما خلاص، أنا مش هتكلم معاك لأن الكلام خلاص مات. غير إني مقدر بقى يعني إن البرشام بيخلي القرد يتنطط على كتاف اللي مربيين. الله يبارك فيك يا معلم، وهارد لك، وان شاء الله المزاد اللي جاي يرسى عليك. ده طبعا لو انا ما دخلتش فيه. ويا ريت بعد كده كل قرد يلزم شجرته. ماشي، خليك انت، انا ماشي. يا صباح الفل، صباح الجمال. كنت خايف لا تكوني نايمه. صباح النور. طبعا صحي من بدري، صوتك مزقطت، ما تفرحني معاك. لا ابدا مفيش، اصل في مزاد النهارده رسي عليا فمخلي مزاجي حلو حبتين. طب وايه الجديد؟ ما انا عارفه ان كل يوم عندك مزاد بيرسي عليك. لا، المرة دي حاجة تانية خالص. المرة دي خدت المزاد من بق الأسد،
من بق راجل ما وراهوش غير انه بيبص لي في اكل عيشي وبس. عشان كده تلاقيني فرحان حبتين ان انا اديتهم له في جنابه النهارده. المهم سيبك انتي، انتي بتعملي ايه؟ ما تيجي نحتفل النهارده مع بعض بالمناسبه الجميله دي. افكر. والله تفكري؟ طب ماشي، عبال ما تفكري كده بقى اكلم حد تاني واعزمه على الغدا مثلا، وبعد كده ممكن نروح سوا حفله مثلا او نعمل حاجه مجنونه مثلا يعني. يا سلام. عبال ما تفكري، مش انت عايزه تفكري؟ فكري بقى براحتك. طب وافكر ليه اصلا؟ يا سيدي ربنا يساعدك ويفرحك كمان وكمان. يعني مش هعرف اقصر عليكي. لا طبعا مش هتعرف. هو انت فاكرني عيله بضفاير؟ الحاجات دي ما تدخلش عليها خالص. طب يا ام الضفاير، انا مروح البيت اريح ساعتين وهروح نفس المكان والاقيكي هناك جاهزه ومستنياني. ماشي يا ام الضفاير؟ اوكي ماشي يا قمر، يلا باي باي. حبيبه حبيبه، عايزاكي بسرعه جدا تغيري هدومك عشان بابي هيعدي عليكي ويوديكي النادي. اوكي؟ حاضر. يلا. خير يا معلم، لقيت صبيانك سايبين لي خبر انك عايزني. خير؟ وهيجي دليل الخير طول ما انت طالع ابنك عليا من غير لجام، ولا كنتش يعني عامل نفسك مش عارف هو عمل ايه؟ لا عارف، ونبهت عليه والله انه ما تدخلش المزاد ده. انا خلاص قلت له مش ههددك تاني، بس هو بقى يستعمل اللي هيجراله. اعمل اللي انت عايزه يا معلم، انا نبهته مره واتنين وعشره، غلبت فيه خلاص. ماشي يا كبير، انا قلت برضه اقول لك عشان ابقى رعيت الاصول على الاخر. الاخبار تمام يا دكتور؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك يا دكتور انس، مش لازم تعمل مجهود النهارده خالص. طبعا انت مناعتك ضعيفه والكيمياء مؤثر عليك. هي المشكله يا دكتور ان مفيش اي حد من العيله عنده يعرف الموضوع. احنا طبعا عارفين ان كلام حضرتك صح. بقول لك ايه، انا بفكر اني اتحجج لحالة واقول اني مسافر سفريه شهرين مثلا في اي حته لغايه لما اخلص الكيماوي. انا مهما خبيت عليها كده كده هيبان عليا. طب شوف انتوا عايزين تعملوا ايه اعملوه، بس احنا لازم نلتزم بالتعليمات اللي هي بعد الجرعات. طبعا انتوا دكاتره وفاهمين. تمام يا دكتور. طيب. طيب اي خدمات؟ ميرسي. طب استاذنكم. شكرا يا دكتور. اتفضل روح. اروح فين؟ انت قادر تسوق اصلا؟ احنا زي الفل على فكره. انا لسه هروح اشرب قهوه في اي حته واعدي على البيت اخد حبيبه واديها التمرين. يلا. انا مش هزن عليك عشان عارف ان انت دماغك زي الجزمه، بس اللي هقوله لك انك بجد لازم تشوف حل في موضوع الاجازه اللي لسه قال عليها الدكتور. حاضر. من انا يا صفوت اطمن. ايه ده؟ انتي واقفة كده ليه؟ مفيش، مستنياك. مستنياني؟ طب اديني جيت. على فكرة يا نسمة، أنا مش بخونك،
ولو كنت بخونك عمري ما هخليكي تشكي. ليه بتقولي الكلام ده يا يحيى؟ معرفش، حاجة حسيتها فحبيت أقولها. يا بنت انتي متربية قصاد عينيا، متربية على ايدي، أنا اللي مربيكي. يعني لو ما كنتش حافظ شيطانك وعارف انتي بتفكري في ايه، ما بقاش أنا يحيى. ولا ايه؟ طب شيطاني بقى ما قالكش انا بفكر في ايه دلوقتي؟ انك تتغدى معايا النهارده. والله يا حبيبتي انا اتمنى، بس للاسف عندي شغل مهم قوي. اخس عليك يا يحيى، حرام عليك، انا برضو مراتك وليه حق عليك. عشان خاطري وحياتي عندك، وحياتي عشان خاطري. حاضر حاضر يا حبيبتي. يا روحي انت، ربنا يخليك. هروح احضر السفره. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حلمي؟ عبد الله؟ ازيك؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ابدا، بساعد الحاجه هنا يعني. انت ايه اخبارك؟ ازيك يا طنط؟ عبد الله ياما زميلي في الكليه. اهلا يا ابني. اهلا يا ام. انت بتعمل ايه هنا؟ لا ابدا، ده انا كنت جاي انقل اختي الصغيره هنا في المدرسه، بس ما لقيتش حد، ابقى اجي لهم يوم تاني بقى. كويس، المدرسه كويسه، المدرسه كويسه. طب بص، عشان ما اعطلكش امشي انا دلوقتي، وابقى اشوفك بكره في الكليه ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. فرصة سعيدة يا طنط. هاتولي العيال دي. اقعدي هنا استنيني، هجيلك على طول. Thank you.
في ايه؟ ما بتاكليش ليه؟ لا يا حبيبي باكل بس الظاهر خدت برد في معدتي. سلامتك الف سلام. الله يسلمك. طب كملي اكلك شاركيني اللحظه يعني. مش قادره مش قادره مش قادره؟ بقى انا سايب شغلي ولاغي مليون الف ميعاد عشان اتغدى معاكي وبعدين في الاخر تقولي لي مش قادره؟ خلاص يا يحيى لو عايز تنزل انزل، ما تحسسنيش يعني ان انت قاعد معايا غصب عنك. يا ستي اكيد مش قاعد غصب عني، اكيد قاعد بمزاجي. عموما انا خلاص خلصت اكل الحمد لله. طب الهنا وشفا يا حبيبي. الله يهنيك. اجيب لك فاكهه تاكلها؟ لا مش هلحق الفاكهه، يا دوب الحق معادي. ماشي يا حبيبي، هتتاخر؟ لا ما تهيأليش، وعموما لو عوزتي اي حاجه كلميني في التليفون وانا اجيبها لك معايا وانا جاي. ربنا يخليك ليا. ماشي حبيبتي. اه صحيح، ابقي خدي حاجه لبطنك دي، ما تسيبيهاش كده. ما تقلقش عليا انا هبقى كويسه ان شاء الله. سلام. انا واقعه من الجوع من صباحيه ربنا ما كلناش حاجه. كل انت ياما، انا ماليش نفس. كان نفسي اقول لك قطع اللي سد نفسك، بس خايفه اكون انا اللي سديت نفسك بعد ما صاحبك شافك وانت بتغسل سجاجيد معايا. هي ياما اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، لما بطنك تقرصك الاكل موجود محدش هياكله. اول ما كلمتيني قلت لك دغري، انت بالذات ما اقدرش اتاخر عليكي. وانا ما اقدرش ازعلك يا كيتي. ما تزعليش مني يا كيتي، انا اليومين دول في لخبطه جامده حاصله معايا. هو اللي يلاقي حد يحبه يقوم يعمل له لخبطه في حياته يا دكتوره برضك؟ اوقات بتحصل، وبعدين ما تنسيش موضوع السفر ده مش بالساهل. الهي ربنا يسعدك يا رب يا دكتور ويفرحك يا كيتي حبيبتي. الو، ايوه يا انصاف، ازيك عامله ايه؟ بقول لك يا انصاف انا عايزه اشوفك ضروري جدا. لا 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 كله خير ان شاء الله. اوكي يا حبيبتي، سلام.